الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة في موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة. نرحب بمدام نجيبة الحاج الأخصائية النفسانية التربوية. مدام نجيبة أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. كل عام وأنت حية بألف خير لك أنت والعائلة الكل. كما زاد لسيد المستمعين الكل، نرحب زادة بأحمد المخلوفي زميلنا في الإخراج التقني، سيف زادة في الديجيتال. اليوم مدام نجيبة باش نحكيوا على أنماط الشخصيات وطرق التعامل معها. في البداية قبل ما نخوضوا في تفاصيل الشخصية كله، كان تحاول تعرف لنا معلش كيفاش على شنو نقولوا شخصية ولا شنو هي الشخصية. شنو هي الشخصية؟ أكيد ما نجموش ندخلوا في الأنماط قبل ما نعرفوا شو معناها الشخصية، شنو مكونات الشخصية وشني العوامل المؤثرة في الشخصية. خاطر هي الشخصية مالها إلا نتاج البرشة مؤثرات. شنية الشخصية؟ احنا باش نحاولوا نعتمدوا معناها تعريفات معقدة ولا صعيبة، باش نبسطوها قدر الإمكان باش توصل للمستمعين الكرام بطريقة سلسة ويفهموها ويعرفوها، ويحاولوا هما بيدهم كي يشوفوا عبد ولا يتعاملوا مع عبد يعرفوا شنو شخصيته، تركيبته، يقول تركيبته شخصيته كيفاش نتعامل معاه. خاطر كي تعرفوا هو شكون وشنية معناها صفات شخصيته، تنجم تحسن التعامل معاه بطريقة أو بأخرى. إيش معناها سيدي الشخصية؟ الشخصية هي عدد من الصفات والسمات والطباع اللي يختص بها، معناها تكون عبد يحملها وتكون ميزة من مميزاته. سمات وصفات وطباع. كل شخص وشخصيته. كل شخص خاصة صعيب شوي باش تلقى ما عندها شخصيتين متطابقتين. لانه ثم ظروف تحكم باش يكون كل واحد عنده ليدونتيتي بيرسونيل نتاعو. وفي نفس العيله مدام نجيبه يبداو هما اخوات في نفس البيئه، نفس التربيه، نفس كل شيء، تلقى شخصيات مختلفه. مختلفه تماما، وحتى التوائم ولي فري جيمو ولا جمال صعيب برشا باش تلقاها معناتها كيف ويحملوا نفس السمات والطباع والصفات. خاطر هي شنو؟ هذوما مجموعه الصفات والطباع والسمات هي خاصة بكل فرد على حدة، وتعكس طبيعة التفاعل مع المحيط الخارجي، مع ذاته ومع المحيط، مع تكالكلي تفاعلات ولا أشخاص وإلا المحيطين به الكل يتعامل معهم بطريقة خاصة. واضح، يعني بكل بساطة أنه الشخصية تختلف من شخص لشخص، حتى لو كان هما مشتركين في نفس البيئة ونفس التربية ونفس الوالدين ولا كل شيء، ونفس الكرش ولدوا منها ونفس الرحم حتى ولو كان توأم توأم متشابهين. كل شخص كيفاش هو تقبل وأثرت فيه، فما عوامل تو نحكيو عليها سيسير معناها وكل شيء. دونك هذه تولي حاجة تميزك الشخص هذيك اللي هي تتسمى شخصيته، هذيك اللي كونت شخصيته ولا علاش ولا كيكة معناها بعد معناها سيرورة من التفاعلات والتأثرات وكسبته باش تكون شخصيته في الوضعية هذيك. شنو هو مكونات الشخصية مدام؟ مكونات الشخصية عندها برشا مكونات، احنا زاد ديما باش نذكروا الاهم من الاهم. مثلا عندنا الشخص المكونات الجسديه هي الشكل الخارجي، عنده معناها شكله راسه وايديه اتسيتيرا. عنده المكونات العقليه والمعرفيه، تلقى كل واحد عنده المكونات العقليه نتاعو والمعرفيه اتسيتيرا. عن المكونات الانفعاليه كيفاش يتفاعل مع الاخر، توسكي عاطفي معناها اجتماعي. عندنا المكونات السلوكيه، كيفاش السلوك وقتاش يعمل سلوك ايجابي وقتاش يعمل سلوك معناها سلبي حسب المؤثر مش يتاثر فيه. هذوما عاده المكونات الاساسيه، المكونات الاساسيه هي الجسديه، عندنا السلوكيه الانفعاليه والعقليه المعرفيه، هما اكثر حاجه معناتها تكون الشخص. وهذه اللي يتميزوا من شخص الى شخص، اي خاطر هو مش يحملها بطريقه خاصه ولا كيفاش الطريقه الخاصه. كل واحد عنده جسمه، كل واحد عنده عقله، كل واحد عنده متى سبحان الله معناها انفعالاته ما تلقاهاش معناها في شخص مش كيف كيف. هذاك علاش مش تخليه مختلف ومش تخليه عنده ردود وتفاعل مع المحيط بطريقه خاصه. به المحيط مدام نجيبه الى اي مدى عنده تاثيره، والا شنو العوامل اللي تاثر في بناء هالشخصيه هذيه وفي هالمكونات هذوما يكونوا موجودين في الشخصيه؟ عندنا برشا عوامل. اولها اللي هي بار بريوريتي نحكوا على العوامل الوراثيه، خاطر كل انسان عنده معناها خصائص وراثيه
وصفات اللي تكون مساهمه بالمساهمه الكبيره وببورسنتاج كبير في تكوين شخصيته. معناتها اول حاجه هي العوامل الوراثيه، خاطر احنا شنو معناها صبغات وراثيه نورثوها من لي بارون تاعنا، من لي جين معناتها جينيتيك نتاعنا. باه كيف نقولوا مثل بو نرفوسي ينجم ولد جين نرفوسي، ينجم معناها التاثير الوراثي ينجم الجيني ينجم ياثر. مرات انت تقول هذايا جيني عصبي، جيني نرجسي، جيني اناني، كي بوه كي عمو كي خالو، معناتها عندنا حاله مشابهه في العائله، او عندنا معناها يحمل جينات من أم، جينيات من أم وجينيات من بوه، ويكون هو مزيج بيناتهم، مزيج بيناتهم، وينجم يكون كيف بوه ولا كيف أم ولا كيف ولا ماخذ شوية شوي ولا يلمهم الاثنين ويتخلق عاد شخصية خلابة. خاطر لا ينجم ياخذ السلبي، وقتها نحكوا على شخصية متوازنة على الأقل، كي ياخذ الإيجابي صفا، أما المشكلة كي ياخذ السلبي. في العادة شكون يغلب أكثر مادام نجيب زعما السلبي ولا الإيجابي؟ لا من بعد عاد البيئة كيفاش مش تفلتر، خاطر احنا عندنا حاجات أخرى باش البيئة، البيئة مش تأثر وتنشئ. كيفاش ترى؟ معناتها زاد حتى كيما شفنا العوامل اللي هي الوراثية اللي متأصلة فينا تجي معانا ما عندناش حتى دخل فيه، كيما عندنا البيئة نجموا نتحكموا فيها. احنا عندنا بيئتنا الخارجية، شنو عندنا عاداتنا، عندنا تقاليدنا، عندنا المجتمع، عندنا مجتمع، عندنا نواميس العيش، عندنا اتسيتيرا، هذوكم شي أثروا في شخصيتك اوتوماتيكمون. معناتها حتى المناخ راهو يأثر، المناخ الجغرافي مش كيما مثلا اللي عايشوا في يعيش في الطبيعه وفي الريف مش كيف يعيش في المدينه، مش كيما يعيش في الاوروبي، مش يعيش كيما في المجتمع الغربي، مش كيما في المجتمع العربي. اكيد بالنسبه للاعلام، مادام نجيب وسائل الاعلام والانترنت والتكنولوجيات الحديثه هذه الكل، الى اي مدى تاثر في بناء الشخصيه؟ تاثر على خاطر هي باش تعطيك، احنا عندنا التربيه بالتقليد والنمذجه، انت مش تشوف معناتها صورنا نتاع ديزيغو ايتترا نتاع ابطال نتاع واحد مش تاخذ منها. معناتها وسائل الاعلام كي مش تعطيك انت تمرر لك معلومات وتمرر لك ايديولوجيات وتمرر لك معناتها افكار، انت راك مالك الا باش تاخذها وتتفاعل معاها وتخزنها في اللاوعي نتاعك وتحاول ترد فعلك بردود النماذج اللي شفتها واللي اقتديت بها. دونك باش تساهم في تكوين الشخصيه زاد اللي حكينا عليه. احنا تو ما عندناش ملك انفسنا وصغيرنا، مش ملك العيلة ولا امه، ملك المجتمع كامل، وسائل الاعلام، العالم الافتراضي، المحيط، التنشئه البيئيه، الوراثه اللي جا فيها، فهمتي؟ هذوما كلهم ينجموا يسقلوا الشخصيه ويبنوها بناء متوازن، بناء هش، بناء بعد مش يعطيه معناها نتيجه لصوره معينه للشخصيات. فوالا دونك مادام نجيب عندنا زاد التنشئه العائليه، عندنا معناتها برشا انواع، الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه للعيله، عندنا التعليم، المستوى التعليمي للعيلة راهو زاد يساهم، عن الثقافة، ثقافتنا معناتها الثقافة بصفة عامة تأثر زادة في التربية نتاع الصغير، في خلق ونسج ومعناها نسج شخصية في صورة معينة. وقد ما تكون هالعوامل هذه معناها كيفاش نقول يعني بيه هي ولا متوازنه، عوامل راهي موجوده بالضروره، عامل الوراثه اي قد ما تكون متوازنه مدام نجيبه مثلا الصحيح. المجتمع، الاعلام، المدرسه، الى غير ذلك، معناها كيف يكونوا زاد حتى المحتوى الاعلامي اللي يتفرج فيه صغير متوازن وفيه حاجات ايجابيه، دونك باش ياثر على بناء الشخصيه، ياثر في دو بول، في البوزيتيف والنيجاتيف. كانت الارضيه معناتها الوراثيه والبيئيه والثقافيه والحضاريه والتعليميه والاعلاميه تكون معناتها فيها متوازنه وايجابيه ومعتدله ومتفاهمه وتعطي اكلي ميساج بوزيتيف قدر ما معناتها الشخصيه مش تكون في وضعيه باهيه. واضح. دونك اليوم تعرفنا على الشخصيه، المكونات نتاعها، وخاصه العوامل اللي هما مهمين ياسر في تكوينها الشخصيه هذه. الحلقه القادمه مدام نجيبه باش نحكيو على الانماط وكيفاش نتعاملوا مع شوفوا شو الانماط، وكل نبدو بشويه هالارضيه مات. الارضيه اللي حكينا عليها هذوما شنو هو باش ينجونا وكيفاش نتعاملوا معها. دونك الحلقه القادمه مهمه ياسر، ان شاء الله تكونوا في الاستماع. شكرا لك مدام نجيبه الحاجي، يعيشك الاخصائيه النفسانيه التربويه. هكا نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج الحياه في العائله، نتقابلوا في الحلقه القادمه في لمن الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة.